كنت بشرف المترجم الخاص لصاحب السمو الشيخ في زيارته إلى الصين، وأنا مترجم بين اللغة العربية والصينية، لذلك لي الفرصة لأعيش مع الوفد مع صاحب السمو الشيخ عدة أيام خلال تلك الزيارة. أنا ألاحظ أنه شخصية حكيمة، يتحدث وأيضا يتصرف، ولكن يظهر الحكمة وأيضا بعد النظر في ذلك. أضرب لك مثال، هو لما عقد جلسة مباحثات مع المسؤولين الصينيين بدأ حديثه أولا بشكل مفاجئ شوية لي، فقال إن الشمس تطلع من الشرق، وأيضا المياه النهر تسير في مجراه، فترجمت. ولكن بصراحة أنا شخصيا أيضا يعني لا أفهم لماذا يبدأ حديثه بهذه الطريقة، ولكن بعد ذلك بدأ يتحدث عن العلاقة بين البلدين، عن هذه زيارة، فأنا أفهم أن حقيقة هذه الدنيا فيها قانون، فيها أصول، وكل شيء يعني له قانونه. شخصية الشيخ زايد رحمه الله وعفويته في تلك الزيارة كانت تفاصيلها راسخة في عقول الحاضرين، فزايد كتب سطور التواضع في ربوع الصين. هو إنسان طيب، يعني ليس كأنه يعني مسؤول كبير رئيس دولة، لا، إنما كأنه شخص من أسرته، إنسان طيب جدا في تعامل مع جميع الناس، حتى معي كمترجم بسيط، ولكن بكل الاحترام والتقدير. أنتم تعرفون أثناء ترجمة لابد أن أنهمك وركز على عملي، ولكن أحيانا أنظر بعين إليه أو إلى الجانبين في الحديث، فهنا شيء يعني حقيقة أشد انتباهي، هو أن صاحب السمو الشيخ كان يضع يديه في الكرسي في الصوفة، فلاحظت أن يده عليه آثار الكدح، آثار السنين بشكل واضح، لذلك هو كزعيم كرئيس دولة يعني هذه الآثار على يديه تدل على أنه هو عاش هذه الفترة، قاد شعبه في النضال الشق حتى يبني البلد إلى هذا المستوى، البلد الجميل المتطور. هذا حقيقة ترك لي انطباعات عميقة.